ايكم اجو معكم من هوني حتى الماضي ساعتي، نفس ليكيب عليا باشا في الاخراج. اليوم ساره معنا في الاخراج الرقمي، مش مستاذه ساره تجي بحذنا، دونك فرحانين برشا اللي هي موجوده بحذنا هنا في الاستوديو. زينب باسي هاجر بوجه معناتها تلقى من الساعه الثانيه، وهي كيما كل يوم البرنامج ما ينجمش يبدا الا بها. منال الغربي مرحبا بيك. اهلا وسهلا بيك كريم، مرحبا بيك وبكل المستمعين. لو سومير الوغ اليوم في ايكوماغ موعدكم باش يكون في زوم في اخر برنامجنا مع هجر بوجمعه اللي قررت انها تهزنا اليوم للملاوي. في عين على المؤسسه مع زينب اللاباستي نكتشف مؤسسه عموميه جديده بالارقام. الجوله العالميه في الاخبار الاقتصاديه تامنها لكم هجر بوجمعه. وسينو اليوم في الانترفيو اكسبريس باش نحكيو على البنك المركزي التونسي اللي اعلن انضمامه لنظام الدفع والتسويه بين البلدان الافريقيه. شنو هو النظام هذا؟ شنو هي الانعكاسات نتاعو؟ اكثر تفاصيل مع السيد انيس الجزيري رئيس مجلس الاعمال التونسي الافريقي. وبداية برنامجنا باش تكون مع ايكوتولك نحكيو على التضخم، نسق في تراجع، علاش التراجع هذايا؟ كيفاش نجمو نفسروه؟ وخاصة شنو نجمو نحكيو على التراجع متاع التضخم في علاقة باستراتيجية البنك المركزي؟ هذايا باش يكون مع السيد رضا قويعة الأستاذ في الاقتصاد. ايكوتولك أستاذ رضا قويعة مرحبا بك. شكرا على الاستضافة، شكرا لكم. شكرا لك على قبول الدعوة. حديثنا اليوم حول التضخم، نحكيه على تراجع مستوى التضخم من 8.1% بالنسبة لسنة ديسمبر 2023 إلى 7.8% بالنسبة لسنة أو جانفي 2024. قبل كل شيء ساعة خلينا نبدأ معك أستاذ رضا قويعة. التراجع، وقت اللي نحكيه على التراجع ما نحكيوش على تراجع الأسعار، نحكيه على تراجع مستوى التضخم، ولكن الأسعار ديما في ارتفاع إلا أنه النسق تراجع. هات قبل كل شيء ساعة نحكيه على مستوى التراجع نسبة التضخم، كيف يمكن التعليق عليه؟ والله لاحظوا ساعة قبل كل شيء أنه نسبة التضخم ولا ارتفاع الأسعار تكاد تكون يعني منتظرة في هذه السنة من طرف العديد من المؤسسات، كما تفضلتم قبل أنه البنك المركزي كيف كيف ينتظر أنه في سنة 24 يعني 2024 شهبت 7.3 عوض عن 9.3 السنة الماضية 2023. كذلك حتى البنك العالمي يعني ينتظر نهبته من 9.2% عام ناول إلى 8% في هذه السنة. وهذا عملته البنك المونديال في سكون أبل لو بولتان دانفورماسيون في المينا، يعني موين اوريون اي نور افريك. فهذه النسبة لاحظوها كما فضلتم، كنا في 8.1% في ديسمبر، هبطت ل 7.8%، وهذا نجموا لاحظوه من مارس 2022. لاحظوا انه النسب قاعدة تهبط، يعني لابوجي نتاعها يعني الزيادة الكبيرة كانت في فيفري سنة 2023 وصلنا 10.4، لكن قاعدة تاخذ الزيادة، قاعدة تاخذ نسق تنازلي نوعا ما. فهبطنا ل 7.8 المنتظر في عام سنة 2000 وفي عام 2024. هذا هو يعني صحيح انه لاحظوا انه المواد الغذائية قاعدة ترتفع بالضبط، يعني ترتفع خاصة المواد اللي المستهلك اليوم متأثر بها كثيرا، وخاصة خلق يعني سوق موازية وأسعار ارتفعت نوعا ما يعني في الأسواق هذه الموازية، خاصة القهوة اللي هي ما تدخلش برشا حقيقة في لانديس دي بري يعني في نسبة التضخم، لكن كمان طلعت 35%. ايوه، ولكن استاذ رضا في نفس الوقت نلقاو اللي صحيح القهوه 35%، ولكن نحكيو على المواد معناتها ضروريه للحياه استهلاكيه كما الزيوت، الخضر، اللحوم بجميع انواعها، معناتها اللي مأثرة كثيرا في قفه المواطن. نعم، نجم نقولوا القفه نتاع المواطن اليوم
كي نقولوا قفه هي المواد الغذائيه، هي من لحوم من زيوت نباتيه ومن خضر والبيض والسمك الى اخره. هذه حقيقه قاعده ترتفع نوعا ما. تقييمك للنسب هذه مستويات الارتفاع تقريبا في المواد اللي ذكرتهم الكل 12.1% على السنه اللي فاتت الكل معناتها تقريبا اي 12.1% كيفاش يقولوا مبركها المواد الصناعيه مش ترتفع 6.9% وخاصه في المواد التنظيف وفي اللبسه ومواد البناء 5% فقط. كذلك الخدمات ترتفع 5.5%. فكما قلنا قفة المواطن والمواد خاصة الغذائية هي اللي قاعدة ترتفع نوعا ما. الإنسان يتساءل علاش هذا النسق التنازل؟ شو اللي تسبب فيه بالأساس بالنسبة للشهر؟ بالأساس هو أن البنك المركزي بمحافظته على سعر الفائدة الرئيسي اللي خلاها 8% فقط، وهو يساعد ذلك على تباطؤ التضخم خلال هذه السنوات الأخيرة. وكما قلنا يعني الاتمام ذاك الفائدة الرئيسية يعني هي اللي تجعل يعني التضخم ما يرتفع سياسة. علاش؟ لأنه يعني القروض تكثر نوعا ما، ونعرفوا أن البنوك قاعدة تقرض خاصة للاستهلاك العائلات والمواطن، والطاقة الشرائية بالطبع مش تتحسن، كي الطاقة الشرائية تتحسن نوعا ما الاستهلاك يكثر والاستثمارات تزداد والعمل ينزاد يعني الشغل والعمل ينزاد إلى آخره. فأساسا وكذلك ما ننساوش أن الحكومة نوعا ما قاعدة تساهم في دعم بعض المواد الأساسية اللي هي نسميها مواد مدعمة أو مسعرة اللي برودوي أونكادري ولا بريسيزي. يعني خليني أستاذ رضا، أستاذ رضا قوي قبل حتى ما نمشي يمكن للتسعير أو التسقيف الأسعار، نرجع للفكرة اللي ذكرتها اللي هي قلت شنو السبب الرئيسي. أول سبب ديما يجي لبالنا هو السياسة النقدية المعتمدة من قبل البنك المركزي والنسب الفايدة نسبة الفايدة المديرية. خلينا نفكر مثلا أنه مؤخرا منذ أيام كانت السيدة كريستالينا جورجيفا عن رئيسة صندوق النقد الدولي المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كانت قالت وعبرت عن رأيها في الموضوع هذا، وأكدت أنه ما لازمش البنوك المركزية حول العالم يراجعوا نسب الفايدة المديرية متاعهم نحو التخفيض حاليا ولا بشكل بريماتوري، لانه الامور تنجم تكون معقده فيما بعد، وبالتالي قالت حافظوا على نسب عاليه بالنسبه للفتره الراهنه رغم زالت الامور غير مستقره. هذا كيفاش تشوفوا سيد رضا قويعة؟ والله اغزر يعني هي الفكره الاساسيه ولا الفكره هذايا سعر الفائده المديريه ولا الرئيسيه في العالم، هو كنا نعتقد انه هي تحاول وتساعد على الضغط على الاسعار. لكن في الواقع مش صحيح، لانه الاسعار والتضخم هو نتيجه العديد من العوامل اللي يدخل فيها الفائده المديريه، انت وتركيبه الاقتصاد، انت وهيكله الاقتصاد في البلاد. لاحظنا انه بعض بلدان في افريقيا بالعكس ينقصوا من سعر الفائده المديريه، ورغم ذلك تزداد الاسعار. ما ننساوش مثلا في لبنان وصلت سنه 2023 التضخم وصل 231% في لبنان، رغم الاراده ل توقيف سعر الفائدة المديرية أو الرئيسية. لذلك يعني البنك يعني أو صندوق النقد الدولي يقول لك خليه
يعني نسب عاليه، خليهم نسب عاليه ما ترجعوهاش نحو التخفيض معناتها. هي في نيتهم انه باش نوقفوا من الاستهلاك ويعتبروا انه التضخم متسبب فيه هو كثره الاستهلاك وكثره يعني الـ الـ وهذا ملاحظ حتى في البلدان المتقدمه او المصنعه انه القروض كثرت تعطي للاستهلاك. ففي البلدان المصنعه صحيح انه يساندوا ويعاونوا في الاستهلاك لانهم عندهم الاستهلاك يعني ينتج عليه اكثر انتاج واكثر شغل وتشغيل الى اخره. صحيح في الاقتصاديات نتاعنا الدائره في طريق النمو يعني هذه السياسه نتاع توقيف او سعر الفائده الرئيسيه يعني غير صالحه كثيرا للحد من التضخم. ولكن اليوم فما شكون يرجع زاد، انت بيدك كنت تفسر فيها استاذ رضا قويعه تقول انه اليوم من ضمن العوامل اللي خلات مستويات او مستوى التضخم يتراجع ولو بشكل طفيف، خاطر لانه لا يمكن ان نعتبر انه تراجع كبير هذايا من 8.1 الى 7.8، ولكن ولكن في نفس وهو كما قلنا ناتج اساسا على تدخل الحكومه اخيرا يعني بولودير وخاصه يعني وزارة الاقتصاد والتجارة يعني إلى آخره للحد من هذا التضخم، هو يعني محاولة ضرب كل هال يعني اللي متسببين في ارتفاع الأسعار في تونس. واضح، لكن باش نرجع قبل ما نمشي معاك لسياسه الحكومه استاذ رضا قويعه، نحب نرجع لنقطه نسبه الفائده المديريه. هل تعتبر اليوم انه السياسه المعتمده من قبل البنك المركزي فيما يخص نسبه الفائده المديريه وعدم التخفيض فيها من ضمن الاسباب الرئيسيه اللي قاعده تخلي في نسبه التضخم تتراجع؟ صحيح، انا قلنا يعني هو يعني البنك المركزي ماخذها كعنصر من العناصر، لكن يلزمنا نفهموا انه صحيح نجم تتدخل يعني هذه السياسه نتاع تحديد سعر الفائده المديريه، لكن غير كافيه كما قلت. هي عندها دخل لكن غير كافي، يعني هي تساعد صحيح ما فما عناصر اخرى. شنو العناصر الاخرى يعني اللي تتسبب في التضخم وفي ارتفاع الاسعار؟ مثلا توريد المواد الاساسيه، نحن نعرف تونس الان اصبحت تستورد الكثير من المحروقات، ونعرف بحكم ما يحدث في الساحه الدوليه والعالميه يعني حرب اوكرانيا وروسيا يعني ارتفاع الاسعار في المحروقات الى اخره عندها انعكاسات في تونس. كذلك المواد الاساسيه والاوليه، اليوم تونس نعرفها انه تستورد الكثير من الكماليات وكثير من المواد حتى يعني الحبوب الى اخره. ايوه، لكن هذايا الكل استاذ رضا تم التقليل منه، معناتها شفنا مستويات التوريد تراجعت برشا، وفما حتى شكون قد هذايا اعتبره مشكله معناتها. هذاك علاش انا قلت انه من 8.1 هبطنا ل 7.8 نجم تكون التمام يعني سعر الفائده دخل بنسبه معينه، لكن كذلك انه من نعرف انه حتى قانون الماليه ل 2024 يعني حدد استيراد المواد من تركيا وقوى في المعاليم الديوانيه الى اخره. هذيك زادك كيف تدخل لانه تركيبه الاقتصاد وهيكله الاقتصاد في تونس مرتبطه كثيرا باستيراد المواد الاساسيه وباستيراد المواد لماتير بروميير، المواد يعني المواد الاوليه نصف المصنع تدخل في الصناعه، وهذيك قاعده اسعارها ترتفع كذلك. يعني هذا الكل عناصر اللي تفسر سواء التضخم وارتفاع التضخم او تقلص ويعني تراجع
نسب التضخم. من وجهة نظرك أستاذ رضا قويعة في الفترة القادمة، نحكيه على سنة 2024 وفي الأشهر القادمة تحديدا، شنو القرارات اللي ممكن يتخذها البنك المركزي فيما يخص النقطة هذه؟ ونرجع مرة أخرى لنسبة الفايدة المديرية، علما وأنه مثلا نحن باش نحكيه وناخذ بعض القوى في العالم، نحكيه على أوروبا، الاتحاد الأوروبي، فما العديد من الدول تتحدث اليوم عن تقريبا فما شبه تأكيد على مراجعة نسبة الفايدة بشكل من الأشكال أو نسب الفايدة لدفع النشاط الاقتصادي في الدول الأوروبية اليوم. أي كيف يمكن التعاطي مع هذا بالنسبة لتونس في الظرف متاعنا وبالنسبة للوضع الخاص متاعنا؟ بالطبع كما قلت، يعني سعر الفايدة الدول تحب تتقف منه. لماذا؟ لدفع الاستثمارات، لأنه نعرف كما قلنا يعني التمام أو سعر الفايدة هو إذا كان نقصه منه مش نرفعه من الاستثمارات، أنه الاستثمار تكلفة الاستثمار في البلاد ترتفع. لا تكلفة تنخفض بالعكس، الاستثمارات ترتفع. هذا علاش هما يطالبوا بالتنقيص في سعر الفايدة المديرية. نحن كما قلت زاد كذلك فما يعني معادلة تقع، إذا مش تنقص منها مش تزيد في أنت طبيعة الاستهلاك في البلاد. أما بلدان اللي نقترضوا لنا برشا باش تستهلكوا ترفع من الاستهلاك، واذا ترفع من الاستهلاك فما عنصر اخر في التضخم هو اذا الطلب يرتفع. في عدم ارتفاع الانتاج والانتاجيه بالطبع الاسعار باش ترتفع. فهمت يعني؟ فما معادله يلزم تكون البلاد فهمتها باش ما نكثروش من الاستهلاك، وبالطبع اذا كان القروض تجي للاستهلاك وهذا في طبيعه في تونس عندنا نسبه كبيره من القروض تمشي للاستهلاك، وهذا بالطبيعه ينجم يكون عنصر من العناصر الاخرى اللي ترفع في التضخم وتزيد في الاسعار في البلاد. اذا ما تكونش مرفوقه بالرفع من الانتاج والانتاجيه في البلاد. في كلمه اليوم تقييمك للسياسه العامه للبلاد التونسيه فيما يخص مستويات الاسعار والسياسه العامه المتبناه اليوم، كيف ترى ما يحدث حاليا استاذ رضا قويعة؟ والله في الحقيقه يعني نراه انه فما توجه عام في العالم وفي البلاد هو نحو تحرير، ونعرف صندوق النقد الدولي يطالب البنك البنك العالمي يطالب بتحرير الاسعار والرفع من انتاج القطاع الخاص الى اخره. ف يعني نراو انه تونس يعني من 87 من القرن الماضي 1987 حرك العديد من القطاعات ومن العديد من الاسعار الى اخره، وهذا التوجه العام الاقتصادي في العالم ككل. بالطبع تونس تنتمي للاقتصاد العالمي. بالطبع يعني اعتقد انه تونس لابد من خاصه ضرب الاحتكار وضرب يعني القطاع الموازي. السياسه انه زاد كذلك يعني فما طريقه اخرى هو الرفع من انتاجيه وانتاج يعني القطاع الخاص، يعني ينجم تكون وقت اللي نرفعه من انتاج يعني بالطبع، لانه فما معادله تقع ما بين الطلب والعرض، ينتجوا اكثر بالطبع مش تكون يعني الاسعار تنخفض. السياسه اللي ماشيه فيها تونس كما قلنا يعني من جهه نحبوا نحروا، لكن من جهه نراه انه الاحتكار قاعد يكبر في البلاد، نلاحظوا انه الاسعار قاعده ترتفع خاصه في قفه المستهلك وقفة المواطن. يعني هذا الكل يجعلنا أنه بنجم نكونوا كان متفائلين في المستقبل، وإن شاء الله الناس الكل ترجع للجادة وتنتج أكثر، وبالطبع يعني من شأنه أنه يخفف
من وطأة يعني ارتفاع الأسعار. شكرا لك أستاذ رضا قوي على الأستاذة في الاقتصاد. نفكر اللي الحديث كان حول مستويات التضخم وتراجعها من 8.1% ديسمبر 2023 إلى 7.8% جانفي 2024، والأرقام نحكيه على أرقام جينا من قبل المعهد الوطني للإحصاء في إطار نوت بعنوان لانديس دي بري على كونسوماسيون جانفي 2024. الأخبار مع صفية المحرر ومن بعد راجعين.